السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيكم من جديد. طبعا شرحنا اليوم طريقة إضافة مسميات الرتبة الوظيفية. يعني قبل أن ندخل في الشرح، يا ليت منكم تشاركونا بالقناة، تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا لايكات على الفيديوهات. طبعا مثل ما عارفين، والكثير منا يواجه هذه المشكلة، يحب انه يضيف يعني رتب بالسيرفر حقه، ما عارف شلون. طيب انا اليوم راح اشرح لكم الطريقة. طبعا من ندخل على ملفات السيرفر، طيب نروح على ال VRB. من ندخل على، طبعا الملفات مش كاملة، اني ناخذهم على الكمبيوتر معي خارجي مش بالسيرفر، عشان يكون يعني الشرح أسرع. طيب ندخل على ال VRV من ملفات سيرفر، بعدين ندخل على ال CFG، وبعدين ننزل تحت، شايفين هذا الجروبس، نفتح الجروبس على النوت باد. هناك النوت باد، طيب من نفتح الملف في الجروب على النوت باد. طيب هذه هي هذا الملف، طبعا هذا حق الرتب، حق المسميات اللي معاكم بالسيرفر كله هنا. طيب ننزل تحت، ننزل تحت، الله يسلمكم، ننزل 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 ننزل. طبعا هذا ما يحتاج ان نغير فيها اي شيء، لانكم انتم حابين الحين نضيفوا مسميات وظيفية ورتب. من هنا شايفين رتب المواطنين، طيب هذا الرتب حق المواطنين، طبعا يعني مواطن، لكن انتو حابين يعني تعملوا رتب من نفسكم. شايفين هنا رواتب القوى اقوى العصابات، عضو تحت التجربة، هذا عضو تحت التجربة، هني مسؤول العصابات، بلاك ماركت، رئيس البلاك ماركت، يعني نائب رئيس البلاك ماركت، مسؤول البلاك ماركت. هذه هي المسميات والوظائف اللي معاكم. طيب احنا حابين نضيف يعني وظيفة جديدة او رتب جديدة، ايش نعمل؟ الحين راح اشرح لكم كل شيء. نصغر هذا كلهم، نصغرهم. طبعا هذا رتب العائلة المالكة، الحاكم، سو الامير، رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء، مستشار رئيس الوزراء، كل شيء راح تحصلونه. وإذا كنتوا يعني معاكم يعني بالسيرفر مش موجود وحابين تضيفونه الحين، ترى هذا الشرح، انتبهوا، ترى هذا الشرح عشان نحن نضيف الوظائف والرتب. طيب طبعا أنا كنت ضايف قبل، لكن راح أعيد لكم من جديد، هذا كله كنت ضايفنه. طبعا ليش انا الحين اصغرهم؟ عشان يكون سهل عليكم، اسهل عليكم يعني، لان بصعوبة انكم يعني تعملوا نسخ لهذا كل، بصعوبة يصير صعب، ممكن تغلطوا، اذا غلطتوا يعني بمسافة او شرطة او ضفتوا يعني فاصلة، ما راح تشتغل الرتبة، وممكن راح السيرفر راح يواجهك، يصير اوفلاين، يصير مشكلة بالسيرفر يعني. وطبعا المشكلة بالسيرفر لما نجيكم اوفلاين، احنا شرحناه بالفيديو السابق اذا تتذكروا، مشاكل الفايفن، شرحت لكم بالتفصيل وكل شيء. واذا كان عندكم اي مشكلة بالسيرفر، راجعوا الشروح شرح السابق، وان شاء الله تنحل مشاكلكم كلها. أنا ضايف كثير وظايف هنا ورتب مسميات الرتب كثير ضايف الفترة الماضية، لأنه صار عدد كثير معانا بالسيرفر، وحبينا نعمل يعني الجيش والشرطة والقوى الخاصة والحرس، كثير يعني أشياء وكثير رتب، من جندي إلى قائد. هذا مسؤول الفعاليات، أوكي. هني يجينا للوظائف تحت،
طبعا هذه الوظائف المعروفة اللي بكل سيرفر، طبعا حتى هذه الوظائف نحنا بإمكاننا نغيرها ونضيف يعني وظائف ثانية. مثلا هنا عاطل معانا، طيب عاطل وهنا ميكانيكي، عادي نغيرها، مش أي ما فيها أي مشكلة. لكن بشرح لكم إياها بعدين، خلونا الحين نرجع لشرحنا الأساسي. طيب الحين على سبيل المثال أنت حاب تضيف، شوف يعني الحين هني رواتب وزارة الداخلية، طبعا هذا المسمى الوظيفي للرتبة مع الراتب حقها، طيب كل شيء مسجل هنا. طبعا بالاختصار لأن في صفحة ثانية اللي هو تكتب فيه أنت الرواتب اللي تحتاجها للفرد الواحد. طيب الحين احنا حابين نضيف مثلا معانا الجيش، معانا القوات الخاصة، معانا وزارة الدفاع، الحرس الملكي. طبعا الحرس الملكي مش كامل معانا، ما كتبته كله لكن ماشي اي مشكلة. طيب الحرس الملكي هنا، المسعفين، اوكي هنا الحسن. اوكي على سبيل المثال احنا مش معانا البحرية، طيب اوكي نريد نعمل البحرية. انجي هنا شايفين هذه رواتب وزارة الداخلية، راح نعمل نسخ من هنا. انتبهوا، طيب هنا من اول شيء، من اول شيء تعملون نسخ لحد هنا. راح اوضح لكم اكثر، خلاص هذه مفتوحة شايفين، من اول السطر ننزل 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 تحت 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 لاخر شيء هنا شايفين، نعملها كوبي ننزل تحت كنترول في، خلاص نزلنا هذا الرتب الجديدة. الحين نريد نغير ايش المسمى الوظيفة حقها، فمثل ما قلنا البحرية. هذا خلاص هني رتب وزارة الداخلية، راح نغيرها، نكتب مثلا البحرية، البحرية الملكية أو البحرية اللي تحبوا، يعني اللي انتو اللي تحبوا تكتبونه كتبونه. البحرية، أنا كتبت البحرية الملكية. طيب هني شرطة الداخلية، طبعا هذا كله راح نغيره، كله راح نغيره بإذن الله. أوكي طيب نجي هنا، طبعا احنا في البحرية ماشي شرطي. طيب نكتب هنا متدرب البحرية، هنا جندي البحر، نكتب البحرية. وهنا جندي أول البحرية، طبعا بهذه الطريقة نضيف الرتب. ومن تخلصوا ضايفينها طبعا السيف الملف تحافظوا على حفظ، وبعدين تردوا تشغلوا السيرفر من أول وجديد، وراح تظهر الرتب معاكم بالسيرفر. رقيب أول البحرية، وكيل ضابط البحرية،
وكيل أول البحرية. طبعا احنا كتبنا هنا وكيل أول، لكن لازم احنا نكتب وكيل الريف، ما فيها مشكلة. وطبعا يا حبايبي مثل ما عارفين يعني شايفين معاكم انتو تقريبا راح يظهر يعني المسميات الوظيفي تقريبا من هنا لحد هنا. بإمكانكم انتو تضيفوا يعني الرتب الثانية، بإمكانكم تضيفوها يعني مثل الحقيقي بالضبط، الرتب الحقيقي بإمكانكم تضيفوها مثلا انا ضايفنهم، يعني في كثير هنا رتب انا ضفتهم من معي، راح اشرح لكم شلون تضيفونها. بس خلونا نخلص هذا اول، لازم أول البحرية. طبعا انا حبيت اني اشارككم نضيف الرتب. طبعا انا من اضيف هذا الرتب طبعا راح البحرية راح ارفعها معي بالسيرفر، حبيت اشارككم طبعا المعلومية. اخيد البحرية عميد البحرية طيب الحين احنا خلصنا سوينا الرتب البحرية كامل. طيب احنا الحين على سبيل المثال حابين نضيف يعني رتبة يعني مفصول من البحرية، طيب ايش نعمل طال عمركم؟ راح ننزل هذا تحت كذا، طيب وراح نعملها نسخ من هنا لتحت لآخر شيء اللي احنا شايفين، نعملها نسخ كوبي، ننزل الحبة تحت ونعمل لصق. طيب الحين احنا ضفنا قائد البحرية ثاني مثل ما شايفين، هذا راح صار اثنين معانا. راح نرجع هذا للخلف يكون مساوي مع بعض. طيب نفتح مرة ثانية ونكتب مفصول، مفصول من البحرية أو مفصول البحرية. طيب وراح نشيل هذه اللي شايفين، هذا راح نشيلهم طبعا، راح نجيب حق المواطن لأنه خلاص رجع للمواطن مثل ما شايفين، هذا لحق المواطن راح نجيبهم نسخ مفصول من البحرية، راح نحطهم هنا بس خلاص، لأن خلاص هذا مفصول من البحرية خلاص يرجع، لأن لا لأن مثل يعني من مواطن عادي خلاص ما عنده اي صلاحيات انه يعني في البحرية، ما له اي صلاحيات، لا يقدر لا يكون معه سلاح، لا ينزل له راتب، لا يقدر يطلع سيارات حق البحرية او سفن حق البحرية، ما يقدر اي شيء، حتى اللبس يخوز عنه خلاص يطلع، ولا يوجد معه اي سلاح ولا لبس ولا شيء، خلاص يكون انه مواطن.
طبعا اذا انا خليته كذا مع هذه الصلاحيات كلهم، خلاص ان هذا الشخص انما يقدر يدخل البحرية ويدخل، يعني يطلع السفن والسيارات الاسلحة اللبس، يقدر يطلع عشاء وينزل فوق هذا كله، ينزل له راتب. عرفت شلون؟ الحين هذا خلاص خلصنا. بهذه الطريقة تقدر انك تضيف رتب مثل ما قلت لكم الحين. طبعا خلونا الحين يعني على سبيل المثال بنضيف رتبة ثانية، بنضيف الله يسلمكم بلوك محظور من البحرية. أو هذا مفصول من مفصول من العسكرية كامل، يعني خلاص ما يقدر إنه يدخل العسكرية نهائي. مفصول من القوات القوات لا القوات المسلحة، خلاص مفصول من القوات المسلحة خلاص بشكل عام. يعني خلاص يعني لو راح يقدم بوزارة ثانية، وزارة يعني الداخلية، في الشرطة، في الجيش، في القوات الخاصة، كمسعف ولا أي شيء، خلاص من يشوفه هذا مفصول من القوات المسلحة خلاص ما حد يقبله. خلاص يعني ما إله غير إنه يروح للعصابات، عصابة البلاك ماركت ولا شيء كذا، أو إنه خلاص يلعب كمواطن عادي. طيب الحين نفس الشيء هنا في المستشفى المسعفين، نقدر نفس الشيء إن نغير أو إن نضيف بنفس الطريقة، يعني ما إنه يعني تختلف الطريقة، نفس الطريقة ننزل هذا لتحت ونعمل له نسخ من هنا لحد هنا، نسخ نجي ننزل تحت لصق، خلاص نصغر هذا، خلاص هذا صار عندنا مسعف ثاني. طيب لحظة قبل كل شيء، اوف خطأ عملت سرعة بالسريع. مثل ما شايفين طبعا مثل ما قلت لكم لازم يكون نفس الشيء، ما انه يكون يعني مختلف. اذا كان في شرطة زيادة ولا شرطة ناقصة خلاص ما راح يشتغل ويعرض السيرفر للتوقف. اوكي مفصول من وزارة الصحة، او مفصول من الصحة. مفصول من الصحة، طيب هنا عند الصلاحيات كامل. طيب راح نغير صلاحيات، خلاص هنرجع مواطن. نرجع مرة ثانية ونروح للمواطن. طبعا انا احب اني اسهل لكم، شوف مثلا هنا رواتب المواطن هي اللي هي رتب، مش رواتب، رتب المواطن، لكن مكتوب هنا بالغلط. طيب نعمل النسخ مثلا من جديد، هذه نرجع تحت اللي هي هذه ونعمل لصق. خلاص هذا الشخص مفصول من الصحة، خلاص من تعطيه هذا الرتبة خلاص يروح عنه كل شيء ويرجع مواطن عادي، ما عنده أي صلاحيات، ما عنده أي شيء، مواطن عادي، يروح يدور له يعني وظيفة بوزارة ثانية. طيب يا حبيب القلب هنا قاتل مأجور. طيب إذا كنت تحبين تغيروا اسمها قاتل ما يعني من قاتل مأجور إلى يعني الى يعني اي اسم ثاني بامكانكم. يعني شوف هذا قاتل مأجور مثلا نكتبها المافيا، عصابة المافيا. خلاص عصابة المافيا، خلاص الحين خلاص بس تروح معانا بالسيرفر على عصابة المافيا. مسؤول فعاليات، هذا مسؤول فعاليات طبعا، وهنا عاطل، ميكانيكي، صياد، سماك، النقل البري، حطاب، اوبر. طيب عاطل هذا خلاص عاطل ما عنده اي شيء، لا شغل ولا اي حاجة. بامكانك بعد صح، شايفين هذا اللي نحنا هذا مثلا مفصول من الصحة، نعمل له عاطل خلاص انه خلاص لا يرجع، يعني مواطن فوق مواطن تكون معاه عاطل خلاص ما عنده اي شيء.
طيب مثلا حابين احنا نغير المسميات هنا، هذا عاطل، عاطل ما عنده اي وظيفة. اوكي ميكانيكي، ميكانيكي طبعا مثلا انتم ما تحبون انه يطلع ميكانيكي، تكتبوا يعني اي مسمى ثاني، كتبوا يعني طيار. بحار، سماك يبيع سمك. اوكي هنا نكتب صياد، النقل البري. اوكي هذا النقل البري، ونسوي هنا نفس الشيء النقل الجوي. النقل الجوي اوبر، حابين تكتبوا اوبر ولا حابين تكتبوا تاكسي او اوبر تحت الطلب؟ خلاص بكذا يعني، خلاص من تخلصوا عملوا حفظ سيف، خلاص بكذا بهذه الطريقة خلاص صار معاكم الوظائف موجودة ومع صلاحياتها وكل شيء موجودة معاكم، تطلع معاكم بالسيرفر. لكن بعد هذه الطريقة، بعد يعني الحين خلصنا احنا كاتبين الوظائف او الرتب، خلاص يعني حفظنا. اوكي الحين نروح نشغل السيرفر مرة ثانية، لكن انبهكم قبل لا تغيروا بالملفات اي ملف، قبل لا تغيروا اي ملف لازم تطفوا السيرفر. احنا شرحنا المرة الماضية كيف شلون تطفوا السيرفر، لازم تطفوا السيرفر وبعدين انتوا تعدلوا في الملف، تضيفوا باي ملف حابينه وبعدين تشغلوا السيرفر من اول وجديد. طبعا اللي تطفوا السيرفر معروف من هنا، تطفوا تسووا هذه الاكس الاحمر اكس، خلاص طفى السيرفر، وتردوا تشغلوا السيرفر من اول وجديد من هنا، تضغطوا ستارت سيرفر، خلاص راح يشتغلكم السيرفر وكل شيء تمام. اما اذا يعني تغيروا بالملف والسيرفر مش مطفي ما مبندين السيرفر، راح تواجهوا مشكلة سيرفر اوف لاين، مشكلة بالسيرفر، لان السيرفر شغال وانتو تغيروا بالملفات راح القراءة حق السيرفر مثل ما تقولوا تتلخبط، او خلاص يعطي قراءات غلط، لكذا السيرفر يطلع دايركت يطلع معاكم اوف لاين. طيب لا تنسوا هذه الخطوة، طفوا السيرفر، غيروا بالبيانات او اضيفوا بالبيانات الملفات او اضيفوا ملفات جديدة او عدلوا بيها، ومن تخلصوا شغلوا السيرفر من جديد. طيب هذه هي الطريقة بشكل عام. طبعا وين نحصل هذا الملف بالسيرفر؟ الحين انا بدخل رابيكم يا ندخل على السيرفر. طيب ندخل هنا ريسورس بي ار بي سي اف جي، هذا الملف جروبس. طيب وهذا الجراج حق الجراجات كامل يعني وين تحصلوا السيايير، طبعا راح نشرح لكم اياها ان شاء الله بالفيديو السابق كيف تضيفوا الجراج وكيف تكتبوا اسمه وكيف توجد يعني وين تطلع مكان السيارة، راح نضيفه بإذن الله تعالى، راح نشرح لكم اياه، وراح نشرح لكم ايضا كيف يعني هذا الموني الفلوس مبالغ، نضيف المبالغ وكذا، وراح ان شاء الله كل شيء راح نشرحه لكم. نلتقي بإذن الله في شرح قادم، ولا تنسوا يا شباب اللايك، لا تنسوا اللايك، دعمونا باللايك الله يجزيكم الخير، ونلتقي في شرح آخر، مع السلامة.